السنة دي الحقيقة كان عندنا قفزات كبيرة في عدد الأفلام اللي اتقدمت. كان عندنا أكتر من 4000 فيلم قصير اتقدموا للمهرجان، وأكتر من 600 فيلم طويل، وده الحقيقة زيادة كبيرة في عدد الأفلام اللي تم تسجيلها للموقع بتاع المهرجان. ده بيعكس ايه؟ بيعكس اعتقد انه النجاح او الثبات في النجاح في السنوات اللي فاتت، وانه المهرجان بيكتسب سمعه كويسه على مستوى العالم، لانه اغلب الافلام دي بتيجي من دول غير عربيه، حتى مش هقول مش بس من مصر، لكن كمان من دول كتير من اوروبا، كتير من امريكا اللاتينيه، بيبقى عندنا افلام مقدمه. وده بصراحة شيء بيسعدنا، رغم انه بيرهقنا على الجانب الآخر، بيسعدنا زي ما قلت الثقة دي من صناع الأفلام، وخلينا نقول انه ده بيتطلب طبعا عمل كبير ومكثف من لجان الفرز ومن البروجرامرز بعد كده، أو لجان المشاهدة، لأنه المجموعة من الأفلام الأول بنتم خطوة فلترة لإيه الأفلام اللي تنطبق عليها الشروط بتاعة المهرجان أو البرامج المختلفة، سواء سنة الإنتاج، سواء المدة بتاعة الأفلام وغيره من الشروط. وبعد كده ده بيعرض على لجان المشاهدة، سواء للأفلام القصيرة أو للأفلام الطويلة، وبعد كده ده بيصعد للبروجرامرز أو المبرمجين اللي هم بيختاروا الأفلام الأفضل، بجانب طبعا البحث عن المزيد من الأفلام خارج الأفلام المقدمة للمهرجان. خلال السنوات المختلفة لمهرجان القاهرة، وبالذات في السنوات الأخيرة، كان فيه اهتمام من عندنا كمان إنه الأفلام اللي بيتعمل لها سبميشن دي يبقى عندنا جزء لا بأس به منه في القائمة النهائية بتاعة عروض المهرجان، لأنه ده بيعكس إنه في ثقة متبادلة ما بين الطرفين، ما بين الموزع أو حتى صانع الفيلم اللي قدم فيلمه، وبين المهرجان في الأفلام اللي بتقدم له. وأعتقد أن السنة دي هيبقى فيه عدد كويس، اخترنا منهم عدد كبير في المسابقات المختلفة وفي البرامج المختلفة، مش بس في برنامج واحد، منهم حاجات هتبقى في المسابقة الدولية، منهم حاجات في أسبوع النقاد وغيره، بالاتفاق مع مديرين المسابقات طبعا. وخلينا أقول أنه كمان جالنا السنة دي عدد جيد جدا الحقيقة من الأفلام العربية والأفلام المصرية في السبميشنز، وعدد الأفلام العربي هيبقى يعني مقارب لعدد الأفلام العربي اللي كانت عندنا السنة اللي فاتت. ومن الأفلام المصري أعتقد أنه الشيء الكويس اللي شفناه أنه عندنا أكتر من فيلم مصري طويل كان مستواهم جيد جدا، اخترنا واحد منهم حتى الآن، وفي أفلام أخرى ما زالت في مرحلة البحث يعني، وأعتقد أنه هيبقى عندنا مجموعة جيدة جدا في المسابقات المختلفة من الأفلام المصرية.